نهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ونهنئ سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا. حقيقة الحرس الملكي يشارك بتوجيه من معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وبإشراف ومتابعة من معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان. نشارك مع الهيئة العامة للترفيه ومع زملائنا أخوتنا الكرام في جميع القطاعات العسكرية والحكومية. الحرس الملكي له مشاركات الوطنية في جدة وفي الرياض، أيضا يشارك الحرس الملكي بخيالة الحرس الملكي. يا حبيبي 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 يا حبيبي